علي العبيدي في شركة مشروع أكتف هيتيزن، عملنا أكسيون اسمها هيلس أكت مع أربع أولاد من الحومة. هيلس أكت هذي عملناها معناتها مشروع، عملنا عملوه فورماسيون عليه، ومن بعد بدينا نخدموا فيه، تلمينا مع بعضنا في الأكسيون بتاعنا. أكسيون بها برشا معناتها حبينا نخدموا على العقلية متاع الصغار، كيفاش في المكتب معناتها هما معناتها باش يبادروا يبداو يخدموا على رواحهم. بدينا من الاول عملنا فكره معناتها باش نعملوا مثلا نحن بدون نقدوا في جرافيتي مثلا ولا في جنينه كل شيء، نحن مازلنا كي نبداو نحبوا الصغار هما اللي بداو يخدموا، هذاك السيب نتاعنا معناتها هما اللي يخدموا المكتبه نتاعهم. اول حاجه بديناها بالجرافيتي البرا في المكتب، معناتها لقينا قبول برشا من التلامذة، لقينا برشا قبول على الاخر. نحن مازلنا كي بدينا نخدموا هما يبداو معناتها يفكونا من عندنا نحن ويحبوا يعملوا الجرافيتي وحدهم كل شيء. وبعد عملنا الزربية على التريتوار، بداو يخدموا على رواح، معناتها هما ولاو يخدموا ولاو يعاودوا. وبعد دخلنا الداخل معناتها بدينا نخدموا على عجنين، عملنا جنينة كل شيء. وبعد يقدوا هما ولاو يزينوا في العجيل وحدهم، ما نعملوا فيه شيء نحن جوست نحن باش نبدا وهما معناتها يفكوا الماتريال. وهذيك معناتها كانت الحاجة اللي نحبوها نحن معناتها السيب نتاعنا، معناتها نحبوا نغرسوها في الصغار، في معناتها الصغار باش هما يبادروا وحدهم في الحكايه هذيا، معناتها هما اللي باش يبداوا يبادروا مثلا باش يخدموا المكتب نتاعهم، مرجعين نجموا يخدموا حومتهم البرة توالي الحكايه في جنينه نتاع حومتهم، علاش ليه؟ ونغزو فيهم مثلا في النظافه، نتايش لي بوبير معناتها في الشارع، كل شيء معناتها وهذا باش يعاون برشا. وإذا كان بحاجة صغيرة بديت بيها أحسن من حاجة كبيرة باش تبدا، حاجة صغيرة راهي باش تكبر. وإذا كان ماشي للحاجة الباهية معناتها ماشي معناتها باش تتصلح.